تكتشف الأكاديميات الرياضية المواهب الرياضية وتعمل على صقلها وتنميتها، ونظرا لتزايد الاهتمام بجيل النشأ خصوصا بعد تحقيق منتخبات الناشئين الإنجازات الأخيرة، فإن البوصلة في اليمن قد اتجهت إلى إنشاء أكاديميات رياضية تختص بهذا الشأن. حضرموت وعلى غرار المحافظات اليمنية كانت هي الأخرى على موعد لافتتاح أكاديمية مواهب حضرموت المتخصصة في عدة ألعاب رياضية لتدريب وتطوير المهارات لفئتي الشباب والبراعم. الفكرة هي جاءت من خلال استكشاف المواهب الرياضية في كرة القدم في ساحل حضرموت، والفكرة تقوم على تأسيس دورات لفئات عمرية مختلفة، فئة الناشئين وفئة الشباب. الأكاديمية شهدت انضمام ومشاركة العديد من المواهب على صغر سنها. الطفل هيثم ذو 10 أعوام كان أحد المنضمين إلى أكاديمية مواهب حضرموت، حيث انتهز الفرصة بالانضمام بهدف اكتشاف موهبته وتطوير مهاراته التي يمتلكها والعمل على تحقيق حلمه الذي يعتريه بأن يصبح لاعبا بارزا في أحد الأيام. أنا لاعب كرة، دخلت الأكاديمية عشان أطور موهبتي وعشان أكبر وأصبح لاعب في المنتخب والفريق. تعد الأكاديميات الرياضية ركيزة أساسية في تطوير أي منتخب وطني، كما تمثل رافدا مهما تسعى الجهات المختصة من خلالها إلى الاهتمام بالكوادر والمواهب الرياضية وتنشئتها بطريقة سليمة. وهنا في أكاديمية مواهب حضرموت فإن اللاعبين يخضعون للاختبارات وتدريبات على يد نخبة رياضية لها حضورها الكبير في تاريخ الرياضة الحضرمية، على أمل صنع جيل قادر على تشريف الرياضة اليمنية في المستقبل القريب. زكريا محمد لبرنامج الملعب المكلا.